مطلوب. نشوف مقادير الهوت سيزر بتاعنا على الشاشة. عصير تفاح، قرفة خشب اللي موجودة في المحلات بتبقى ببرطمان نوعية كويسة، في قرفة مبرومة لطيفة كده موجودة معانا اهيت، اجيبها لحضراتكم. نبص عليها كده يا حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، دي القرفة، ده عصير التفاح، موجود بأسماء مختلفة في المحلات. حلو الكلام. وبس من غير سكر، بعض الكافيهات وبعض المطاعم بتحط له سكر، مش لطيف خالص، ممنوع السكر، خلي قرفة وعصير التفاح. حلو الكلام. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. نجهز الكاسات بتاعتنا، ثلاث كاسات اهم حلوين، وعندنا عصير التفاح. تعالوا نشوفوا نعمل ازاي المشروب الصحي بتاعنا او المشروب الشتوي بتاعنا. حله على النار، بتشيل ده من هنا بقى مش عايزينه اهي. انا معايا حلتين يعني عشان عايز اعمل كميه. في ضيوف جايين مع جوز النهارده، قلت له بدل ما تقعد على الكافيه وتدفع فاتوره قد كده، تعالى يا حبيب قلبي النهارده بدايه سنه جديده، انا عامله لك مشروب حلو. اه هتعمليه ازاي؟ طبعا في الكافيهات بيعملوه ايه؟ التفاح. للامانه والله انا مش بقول كده عشان انا بتكلم على اللي في قلبي بيطلع على طول، او اللي في القلب بيطلع على اللسان. بتحط له ميه والقرفه بتتحط، بيجي بارد بقى وفاتر وطعم القرفه مش باين فيه، بس انا خليك تعملي حاجه حلوه. ادي القرفه بتاعتنا اهي، تحط كده في الحله او في الحاجه اللي بتعملي فيها. والحله دي سخنه شويه، شايفه؟ سخنه، شمي بس ريحه القرفه، هي سريعه الريحه، اول ما تشم ريحه النار بتديك ريحه حلوه. اهي ركزي معايا، قرفه اهي اهي، بص على القرفه اهي، نبدا نحط كده اهو. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده هو ده هو ده هو ده، العب العب. زلزال. الله حلو. ودول شويه كمان اهو، ما دول نفس القصه. بس خلاص هناخده نصبه دلوقتي. خلص الموضوع. اوعي تحطي سكر. مشروب لطيف، جربيه بنفس الطريقه وقولي لي رايك فيه. للامانه عملته ازاي يا شيف تاني؟ مش هنسيبه يغلي يعني، هنشيله من النار بقى خلاص. كل القصه ان انا سخنت طاسه، الطاسه دي ما فيهاش لا توم ولا بصل، يعني مغسوله عندي، بعمل فيها حلويات، بعمل فيها مهلبيه، رز بلبن وهكذا، دي الحاجات دي موجوده معايا. من غير سمنه ولا اي حاجه، بحط العودين القرفه واسيبهم في النار هسه مع درجه الحراره بتاعت الطاسه بتديني ريحه القرفه، بنزل عليهم بالتفاح، عصير التفاح، وده موجود في اي سوبر ماركت باسماء مختلفه، منتجات مختلفه. ويتسابقون على الجوده. حلو الكلام. ناخد التفاح بتاعنا. حلو. وناخده نبدا نصب العصير ده في قلب الايه؟ في قلب الكاس كده، كانك انت بص، احنا لما نشوفه دلوقتي اللي بيشرب في بعض المطاعم هيفتكروا. ادي العود القرفه الجميل الحلو، فيه الصدمه الناريه، حتى فيها جمال شويه. مخرجنا الجميل جيب التفاصيل، الله يرضى عليك، يوعدك بزياره النبي يا غالي. تفاصيل اهي، هنحطها هنا كده. ونجيب كاسه ثانيه كمان. شفت التفاصيل؟ عود القرفه هنا بس خلاص. ونعمل كده ألف هنا وشفا. نيجي هنا عشان لو في حاجة واقف. يا صبابين العصير زيدوا حلاوته. هو ده اللي بنشربه بره؟ هو ده. بس صدقيني ده طعمه أحلى بكتير. على الأقل يا ست الكل أنت عاملاه من إيدك. نفس الموضوع. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي يا أم غازي؟ أنت ريحتنا في فاتورة قد كده. حد عارف حاجه بقى هوت سيزر؟ انت فاكر مثلا ده جاي من المريخ؟ ايه الحلاوه دي؟ وبعدين نشرب المشروب ده على طول، الواحد بيحس بايه؟ بطاقه. ويا سلام يا سلام، والله انا هقول الكلام ده من قلب، انا هرجع ده كده وهي جت على بالي دلوقتي. مخرجنا الجميل، عيش اللحظه، بالله عليك تعيش اللحظه، بالله عليك يا اخي تعيش اللحظه. وانا واقف كده والله جت على بالي، ما اعرفش جت ازاي. جنزبيل. الله. جنزبيل. وهاخد حته جنزبيل صغيره كده، شريحه. هتلاقي الكلام ده في الفنادق بره ولا المطاعم ابدا، مش موجود غير عندكم بس. دي فين يا عم الشيف؟ العب. في قلبيها
خلصت. يبقى قرفه وجنزبيل وتفاح. الله يسعد ايامك يا ابو غازي، سنه جديده يا رب عليك. ناخد القرفه. تعال يا قرفه. طلع لي عودين. واخد التالت كمان ده. يلا مع الجنزبيل. طبعا هيبقى المشروب هنا ريحته ايه؟ جنزبيل. يا ويلي يا صبابين العصير زيدوا حالته. الصوت ده ايه؟ الصوت ده ايه؟ ايه الصوت الجميل ده؟ ايه الصوت الحلو ده؟ ايه الصوت الحلو ده؟ اول يلا دي بتاعتي بعد ما نخلص.